عباد الله، واي عباد الله واش نتفلميات ولا نشوف المخزن؟ ما تحتاجوش جنازه وبغوني نخرج الميت نغسلو في الزنقه. واش نخرج الميت نغسلو في الزنقه؟ حنا صحنا ماشي ضد هادشي، حنا مع الاصلاح. حنا مع الاصلاح، غير يخرجونا من دارنا يعطونا هادشي. كنطالبوا سعيد، ما بغيناش حنا نزيد نشريو، ما عندناش فين نمشي. انا من الناس المستفيدين، رزقي مشى، رزقي ديال دارنا مشى، والاستفاده ديالي سكن فيها واحد اخر. ودابا خويا جاو بغاو يخرجونا بالطرد التعسفي وجايبين القوه، وانا خويا عندي حاله وفاه. واش يخرجوني ولا كيعزيوني؟ واش الناس كيعزيو فيا وما تيقولوا خرجوا؟ عاد دابا هضر معايا الباشا قال لي غير صبري، وبداو كيعزيو فيا، ما بقيت عارفه راسي من رجليا. وما خلاوني اخويا نمشي تنشري الكفن والحنوط ديال السيد باش يتغسل. ما عرفت راسي واش نغسل السيد داخل الدار ولا خارج الدار في الزنقه. تلاف داخت بيا اخويا، داخت بيا كنطالب سيدنا الله ينصره يدير لنا شي حال في حقوقنا. صيفطتي لجنة تحقق في هذا الشيء اخويا، إعادة التحقيق في هذا الشيء ديال الاستفادات اخويا. حنا مالين الحقوق، طلعنا بالحقوق، واللي ما عندوش حقوق خذا الحقوق. ما عرفت هذا الشيء شنو هو. اللهم إن هذا منكر. حنا ماشي ضد المحاج الملكي، حنا مع سيدنا ومع المشروع. حنا باغين بلاد، حنا باغين بلادنا تزيد لقدام. حنا يا ترى يا ربي بلادنا تزيد لقدام وولادنا يكبروا في حاجه نقيه وزوينه وراقيه، وحيدوا من الهشاشه وحيدوا بزاف من الحوايج. ولكن راه ما كرهناش، عطونا ديالنا نمشيو في حالاتنا، ياخذوا هما ديالهم ويعطونا حنا ديالنا. ولكن باش يشردونا من ديورنا وحنا عندنا حقوق؟ هادي راه ما تتصردش. اللي كان يخذ الاستفاده واللي مول الدار بقى في الزنقه، هادي راه ما فهمتش فيها انا والو. انا شخصيا واخدين لي 13 مليون شيك صون هذاك من بعد ما تقسم. تيقولوا لك ما بقاش 13 مليون، ما بقاتش. فين مشى هذا الشيك اللي تقسم؟ العلم لله. وزيد دابا باغيين يخرجونا، قال لكم نعطيكم لا ملك ذات زينه تديروا قرعه وسير. حاشاك كي كنقولوا حنايا كي الدارجه موت يا حمار. حنا خريامنا ما بقيناش ولاد الشعب، ما بقيناش ولاد المناضلين، ما بقيناش ولاد اللي جابوا الحريه لبلادنا. والدينا مقاومين وبزاف الحوايج. وهي خالتي غادا تجي دابا وغتشوفها استعماريه تاهي، قاومت التعيات وخدات غا قرطاسه في راسها، تجمعت لها اليد والرجل. دابا كتخلصها فرنسا، حيت فرنسا اللي ضربتها، دخلت فرنسا لان ضربت ليا خالتي. واش حنا ولاد المقاومين وكنتلاحوا في الزنقه؟ واش ولادنا والدينا كيعاودوا لينا؟ قال لك خباوا القرطاس في الخروق ديال ولاد خوتي، خباوا القرطاس في الدلاح، خلاو القرطاس في الفاخر، ولينا كنتلاحوا في الزنقه. واللي جا غلا جي خدا الدار، ما فهمت والو. حيدتوا لنا دارنا، عطيونا دارنا. كيفاش تاخذ لي داري ونمشي انا نخلصك؟ واخا غنخلصك، ولكن عطيني استفادتي. ما تقولش شي حاجه، شي مطالب ما كايناش، ما كتدخلش في العظام وما كتدخلش في العقل. سيدنا ما تيبغيش التشرد، وسيدنا واقف مع الناس عندهم الحرب، كيصيفط لهم المؤونه والمعيشه وكيصيفط لهم الغطاء، وكواقف معاهم وقفه الرجال ديالي. عطيوني حقوقي في دارنا، يعطونا املاكنا ويعطينا تزينتنا ويعطوني استفاده ديال امي. يبغاو يعطيوني الشيك ديال 13 مليون مرحبا، ما بغاوش غيزودوني في الاستفاده ديال امي. ما بقاوش يقولوا لي 10 مليون، يعطوني استفاده امي، استفاده. لان انا بنت الملاكين وبنت الناس اللي عندهم الملك والتزينه، ماشي انا جايه عشوائيه. رانا تزادت في الدار وولاد خوتي تزادوا في الدار، راه ولاد خوتي قدي وخوتي، راه كاين اللي مات وكاين اللي بصار وكاين اللي ما عاد فينا هو. والله يرحم والدينا، حنا كنطالبوا بجوج حوايج، يديروا لنا القرعه نعرفوا راسنا في غادين، يعطونا ورقه من عند النوطه نمشيو عنده، يعطونا ورقه نمشيو لديورنا ونتبعوا الاجراءات ديالنا معاهم. هادشي اللي مطالب ديالي، الحقوق ديالنا يعطوها لينا عاد يخرجونا. تنعرفوا راسنا من دار لدار. محمد الحسن الثاني الله يرحمه قال شقة بشقة، شقة بشقة، ما قالش لهم تشريد، ما قالش لهم تشريد. حاشا ملوكنا باش يقولوا تشريد. الله ما جعل ملك في البلاد الا وعرفوا قايم بحقوق الناس، عارف اش كيدير. محمد السادس ما كيرضاش بالدل، ما كيرضاش بالظلم، ما كيرضاش بالظلم والهجرة للبراني. البراني استقبلوا بلاده، عاد يخرج ولاد بلاده؟ لا يعقل، لا يعقل. يدير لنا المحاسبة مع هاد الناس،
يدير شي كلمه من عند سيدنا الله يرحم الوالدين سيدنا، وقف معنا دير لنا شي كلمه، اعطيهم شي كلمه. هاد الناس راه كيقول لك جا الامر من الفوق، حنا الفوق تنعرفوا الله لا اله الا الله، وكنعرفوا سيدنا، سيدنا اللي هو بانا الثاني من بعد والدينا ومن بعد الله سبحانه وتعالى. كان ناشد سيدنا يوقف معنا ويدير المحاسبه لهاد الناس، الله يرحم والدين، صفاتنا فين مشات، ديورنا فين مشاو، املاكنا فين مشاو، يعطيونا التعويضات، يعطيونا. واش هو باغيني نخلط وانا ما عندي حتى ريال، زيرو درهم، ويعطيني حقي في دارنا، يعطيني داكشي اللي خرج ليا في دارنا نخلصو، علاش؟ ولكن هو تيطالبني بحقه وما نطالبش انا حقي، جيت طالب بحقك جايب لك السلطه، كيكاليو فيك. حنا واش حنا هازين طاق السيف؟ حنا سلميين، حنا هازين حاجه وحدايا. الله الوطن الملك، عاش الملك، حنا حاملين راية بلادنا. الله الوطن الملك، الله الوطن الملك، ما يهجوناش من بلادنا، بغاونا نتهجو، حنا باغيين نسمعو. ها سمع سمع مواطن، إلا بغاونا نتهجو من بلادنا تنسمعوها، إلا سمعناها من الراس الكبير اللي هو بانا على راسنا وعينينا. ولكن مادام بانا ما عطانا حتى حكم، حنا هنا لاصقين، حنا مع سيدنا، حنا مع ملكنا، حنا مع رايه بلادنا، حنا الله الوطن الملك، والله ما نهاجروا بلادنا، حنا بلادنا ونهضروا على حقوقنا، يعطونا حقوقنا مرحبا، ما يعطوناش حقوقنا يدفنونا، يدفنونا وسط الديور، حنا راه ما غنخرجوش، حنا راه ما غنخرجوش، وعلى علم اننا ناس كبار، على علم ان البنكات ما كتسلفش، كتقول لك انت اجي ما نسلفكش، جيبي ولدك يضمنك. وهادو بغاو يقاتلو تاولادنا، ولاد الشعب بغاو يقاتلوهم، واش انا ملي غنضمن ولدي يضمني وعندي خمسة الاولاد، واش بغاو يقاتلو الخوت بيناتهم؟ واش هادو عندهم شي حق ولا ما عندهمش؟ واش هادو عندهم شي حق تيقول لك سيري جيبو ولدك يضمنك؟ واش نجيب ولدي؟ واش انا عندي ولد؟ راه عندي خمسة، راه واحد كيقول لك انا، واش هادو بغاو ينوضو ليا الفتنة في الدار؟ واش بغاو يقاتلو الخوت؟ العلم لله. جوج حقوق اللي كاينين، ساروتنا نمشيو لديورنا، ولا بغاو الكريدي يعلموا البنكات يعطوا حق لينا حنا، يديروا شي جمعيه ولا يديروا شي حاجه اللي غتضمننا حنا كمستفيدين. حنا ناس كبار، راه ما عندنا لا تالي لا متلي، وعلاش غيضمني هاد ولدي؟ وعلاش غتضمني انت؟ انا اعطيني حقي ديال دارنا ونخلص واجبي ونمشي بعزي وبكرامتي، ولا ما عطيتيهاش لي انا كي قلت النهار الاول غلتاج الحيط مقبرة اليهود، إلا خرجتيني بالطرد التعسفي وغلبتي فيا غنتحمى في اليهود، في مقبرة اليهود. دور أخويا شوفها مقبرة اليهود، غنتكى عليها وندير خيمة ونموت معاكم، نموت معاكم سلمية حبية وعاش الملك. أنا باقا كنموت ونقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، عاش الملك ونموت مواطنة. وكي كنقولوا ما مشات لي على فمي كاع صافي، حيت عندي حالة موت، ما عرفت نبكي، ما عرفت نمشي نشري الحنوط، ما عرفت نمشي نشري كفن، ما عرفت والو. انا جايين دابا شي امر الدار عند اختي هنايا في الدرب هنايا، انا داري هما جاو تيعزيو فيا، انا ما عرفتش انا واش نقابل الناس ولا نقابلهم هما. ما حشموش حتى من الموت اللي وصى عليها الله يكرم الميت دفنوه، واش هادو ما بغاوني نخلي الميت ونتبعهم؟ ما فهمتش. لا اله الا الله. كنطالب بداخل خوتنا المسلمين داخل الوطن خارج الوطن، كنطالب بالرأي العام، كنطالب بالرأي العام، الله يجازيكم بخير. واخوتي داخل الوطن خارج الوطن هضروا علينا، وهضروا علينا وحملوا راية بلادكم وهضروا علينا، راه خوتكم المسلمين كيتموفاو، وما قتلوناش اليهود، وقتلونا خوتنا المسلمين، هما اللي كيقتلوا فينا. كون جاتنا من عند إسرائيل نقولوا الله أكبر لا إله إلا الله ونموتوا شهيدين، وخوتنا المسلمين كيقتلوا فينا، أنا ما فهمتش. Thank you.